نروح دلوقتي لمحافظة أسوان اللي بدأ فيها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات تنظيم الأسرة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اللي موجود معانا عبر الهاتف. صباح الخير حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه جمانه، صباح الخير يا استاذ مصطفى، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البدايه لو نعرف من حضرتك، يعني هل كل المستشفيات والمراكز الطبيه المتواجده في اسوان هيتم ضمها لمنظومه التامين الصحي الشامل، ولا هتكون ايه اليه العمل؟ يعني هي في اي محافظه مش بس اسوان هناك شرط ومعياريه للانضمام لمنظومه التامين الصحي، هي الحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي. فأي مستشفى سواء كانت مستشفى حكومية أو مملوكة للدولة أو مستشفى خاص أو أهلي، إذا تقدمت بأوراقها وحصلت على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد تستطيع أن تنضم للمنظومة. لكن الحقيقة الدولة مجهزة محافظة أسوان بما يقرب من 90 منشأة ما بين وحدات ومراكز طب أسرة والمستشفيات، ودول اللي احنا جاهزين للدخول فعليا في التشغيل التجريبي اللي المفترض انه يبدا في شهر ديسمبر 2022 اللي هو الشهر اللي احنا فيه. دي في اربع مستشفيات تم الانتهاء منها بالكامل وجاهزه النهارده على نقل التبعيه الى هيئه الرعايه الصحيه اللي هي ذراع الدوله في تقديم الخدمه عشان نبدا التشغيل التجريبي في هذا الشهر ان شاء الله. طيب يا دكتور، لو بصينا بشكل عام على قصه المشروع ده، هل احنا انتهينا بالفعل من مدن القناه اللي هي كانت النواه الاولى؟ احنا عارفين بورسعيد ثم السويس واسماعيليه ثم سيتم الانتقال وصولا ل 2030، صحيح الكلام ده؟ اصحح لي لو انا غلطان. مظبوط، احنا المرحله الاولى اللي هي محافظات بورسعيد، ومش بس القناه، بورسعيد والاقصر والاسماعيليه وجنوب سيناء واسوان والسويس. احنا فعليا شغالين في بورسعيد والاسماعيليه والسويس والاقصر، وتم بالفعل قبل مؤتمر المناخ الكوب 27 نقل التبعيات في جنوب سيناء الى هيئه الرعايه الصحيه. النهارده بنخلص او بنبدا التشغيل التجريبي في اسوان عشان بكده تبقى انتهت محافظات المرحله الاولى بإجمالي تقريبا عدد يقرب من 4.7 مليون أو 5 مليون من المسجلين على المنظومة في المحافظات الستة في المرحلة الأولى. طيب دكتور، حضرتك ذكرت أنه مرحلة التشغيل التجريبي هتبدأ في شهر ديسمبر الشهر الحالي، فعايز أعرف من حضرتك وقت هذه المرحلة يعني تستغرق قد إيه ده أولا. ثانيا عايز أعرف برضو من حضرتك عدد الأهالي المستفيدين تحديدا في أسوان من هذه المنظومة قد إيه؟ عدد الأهالي رقم يقرب من 1,500,000 تقريبا من قاطنين محافظة أسوان. التشغيل التجريبي في العادة بياخد فترة من 3 إلى 6 أشهر ثم بيتم الإطلاق الكامل للتشغيل. المواطن هيستفيد إيه تحديدا يا فندم من هذا المشروع؟ أسئلة كتيرة جدا في أذهاننا حوالين هذا الأمر. يعني خليني أقول لحضرتك، يمكن السؤال ده كان يبدو أكثر صعوبة في المرحلة الأولى أو في قبل ما نشتغل تشغيل فعلي في محافظات زي بورسعيد والإسماعيلية وقناة السويس، لأن أنت كنت توصف للمواطن ما هي الخدمات الصحية التي سوف يحصل عليها وبأي مستوى من الجودة. أعتقد إجابة السؤال ده بقت أسهل النهارده بقى لما عندنا محافظات فعلا تم فيها التشغيل والناس رأت النقلة في الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطن في المحافظات التي بدأ فيها تشغيل منظومة التأمين الصحي، سواء على مستوى نوعية الخدمات وتنوعها، على مستوى جودة المنشآت، على مستوى المجانية التي تكاد تكون مطلقة، أو أن المواطن لم يعد يتحمل من جيبه بشكل مباشر تكلفة تقديم الخدمة، وإنما منظومة التأمين الصحي الشامل هي التي تتحمل المنظومة من خلال اشتراكات يدفعها القادر
وتدفعها الدولة لغير القادر نيابة عنه. طيب دكتور، ممكن يبقى يعني في تساؤل في أذهان المواطنين، لماذا تم البدء في المرحلة التجريبية من منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات؟ يعني خلينا نقول هي مش كثيفة السكان بشكل كبير، إن كان مدن القناة أو حتى لو هنتكلم في أسوان زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. ليه بدأت في هذه المحافظات تحديدا، وإمتى ممكن يعني نرى منظومة التأمين الصحي الشامل موجودة في كل المحافظات؟ يعني الحقيقة منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة ضخمة جدا طبعاً. تشمل ما يقرب من 105 مليون مواطن على موجودين في مصر. فعشان نبدأ منظومة بهذا العدد الضخم، كان من المهم أن يكون هناك اختيارات أحيانا مبنية على الأعداد اللي موجودة في المحافظة، وأحيانا تانية مبنية على الجهوزية، وأحيانا ثالثة مبنية على التنوع والتقسيم الجغرافي. ومما لا شك فيه أنه هناك ما يسمى بالليرنينج كيرف أو منحنى التعلم والاستفادة. النهاردة في البداية في بورسعيد في 2019 خدنا وقت أطول، بعد كده لما بدأنا ندخل في الليرنينج كيرف يعلى، بقت الدخول والتشغيل التجريبي بياخد وقت أقل، والأمور التي تظهر أثناء التشغيل بيتم معالجتها بسرعة. فالحقيقة كلما زادت المحافظات، كلما كان المنحنى التعلمي بيبقى أسرع، القدرة على التعامل مع أي مشكلات طارئة بتبقى أسرع، التوقع لكيفية التعامل مع المعوقات بتبقى أكثر اتساعا وأكثر سهولة. فدي مسألة عندما يكون في هناك مشروع بهذه الضخامة وتغطية شاملة، لابد من البداية على بشكل تدريجي. أما بالنسبة للإجابة لسؤال حضرتك، فالقانون حدد الحقيقة أن المشروع من المفترض أن ينتهي في 15 سنة بداية من 2018، لكن هناك توجيه من السيد الرئيس بأن تقل هذه المدة إلى 10 سنوات فقط بدل من 15. والحقيقه كمان هناك توجيه، وده اللي بيقوم به الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، ان احنا خلاص احنا عرفنا ايه اللي احنا كنا محتاجينه في بورسعيد وفي الاقصر وفي اسوان عشان تنطلق المنظومه، ده احنا ماشيين فيه على التوازي في بقيات المحافظات الاخرى، بحيث ان احنا مش ماشيين بفكره التسلسل يعني نعمل ده ونخش على ده، لا النهارده احنا بنشتغل في كل المحافظات. ولعل ده مشاهد للمواطنين انه التطوير بيتم في كل المحافظات بشكل متقارب، في منشات وتطوير واحلال وتجديد في محافظات في القاهره وفي الجيزه وفي اسوان وفي الوادي الجديد، عشان كل ده هو نوع من انواع التاهيل لسهوله نظام دخول المنظومه في المحافظه، والتزاما بالتوجيه الرئاسي بتقليل المده لتعم او لاطلاق المنظومه في كل جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور حسام، حضرتك قلت من شويه ان احنا بناخد من القادر حتى نعطي غير القادر، والدوله بتساهم بشكل، احنا ما قلناش كده، احنا قلنا ان القادر بيتحمل قيمه اشتراكه في التامين. اي انا بس عايز اتكلم بلغه الارقام، الدوله بتتحمل عنه قيمه الاشتراك لان منظومه التامين هي قائمه على الاشتراكات. اي القادر بيدفع الاشتراك بشكل مباشر، غير القادر الدولة بتدفع عنه إلى المنظومة قيمة هذا الاشتراك. لغة الأرقام هنا بتقول إيه؟ الأرقام الموازنة يعني بتاعت المشروع وصلت لكام؟ لا يعني الأرقام حسب كل محافظة تختلف، لكن إجمالي ما يتم إنفاقه حيقصد مش بس فكرة التشغيل، يعني التشغيل ده له أرقام، المنشآت التي تبنى، التجهيزات، كل دي لها أرقام. إحنا بنتكلم في رقم النهاردة اجمالا يقرب من ال 50 مليار جنيه في المحافظات اللي احنا بنتكلم عليها من باب الانشاء والتجهيز بس، التشغيل ده راننج كورس. بكل تاكيد طبعا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.